بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الفل، النهارده ان شاء الله معانا فيها تيبو. عملنا الفرش احمر، خيط البنط احمر، التصميم بتاع الجي تي لاين بتاع البيجو 3008 او البيجو عامه 5008 508. عملناه قبل كده في فيات تيبو بس كان فرش اسود فرصاصي، وعملنا الارضيه في الشنطة اسود. طبعا ليك حريه الاختيار، تختار اللون اللي انت عايزه، الديزاين اللي انت عايزه، سواء ديزاين بمكنه كمبيوتر، ديزاين بمكنه العاديه ساده خالص، اختار اللي انت عايزه. احنا علينا الغرزه، الفينش، التكسيم، نحافظ لك الفرش الاصلي، هنشيل ده في اي وقت هتلاقي الاصل تحتيه زي ما هو، لا متقطع ولا متخرم ولا في اي ضرر. ما بنديش احنا الغرز دي بفضل الله. مخدع الكونسول كده كده بيتعامل مع الفرش، ما شاء الله العربيه اتحولت 180 درجه، لاقي مع العربيه عشان العربيه بيضه برضو ازواق. اختار اللي انت عايزه، هفتح لك جنب جنب وباب باب كانك قدام العربيه بالظبط، عشان تستلم الغرزه، تستلم التكسيم، فرش مشدود كويس، مفيش عضعضه، مفيش كرمشه، غرزه ما شاء الله. والف لك برده الناحيه الثانيه، اجيب لك كل حاجه دلوقتي. طبعا الفئه تيبو دي اول فئه، الكراسي مش ارباك، الدار اللي ورا مفيش فيه مخدع، بس لو الكراسي ارباك احنا بنعمل حسابنا بصرف النظر عن التوكيل هيخرجك من الضمان ولا لا. اهم من الضمان او اهم من التوكيل ان انا لا قدر الله لو الارباك فتح الفرش ما يعملوش اي اعاقه، فلازم الفرش يبقى جاهز للارباك. نكمل تفاصيلنا، نكمل غرزتنا ما شاء الله، كل حاجة قدامك. فيات تيبو، فرش احمر، بنط احمر، تصميم الجي تي لاين، خيطة كمبيوتر، كراسي والارضية بالشنطة جلد اسود. اسف لو طولت عليكم، اتمنى تتابعونا على طول وما تنسوش مننا. اشكركم شكرا جزيلا، السلام عليكم.